السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أقدم هذا الفيديو خاصة بالنسبة للتلاميذ المستوى الثالث إعدادي، وكذلك باقي التلاميذ والمهتمين والمترشحين الأحرار كذلك السنة الثالثة إعدادي. المهم، هذه الصورة تتعلق حول لاكتيفيتي كاردييك اي لا سيركولاسيون سانغين. لاكتيفيتي كاردييك معناها نشاط القلب والدوره الدمويه. المهم، علاش اخترت لكم هذه الصوره هذه بالضبط؟ باش نحاولوا نتعرفوا على مكونات ديال هذا العضو الفعال في الدوره الدمويه. يتطلب تزويد الخلايا بمواد القيت وثنائي الأكسجين وتخليصها من الفضلات، إيصال الدم إلى مختلف الأعضاء. فهموني شنو المقصد؟ يتطلب تزويد الخلايا بمواد القيت، نسميها بالفرنسي دي نيتريمون، باش تفهم، وثنائي الأكسجين وتخليصها من الفضلات. الفضلات بالفرنسي هي الديشي. إيصال الدم إلى مختلف الأعضاء، إيصال الدم إلى مختلف الأعضاء. ولكن تنطرح السؤال، ما هو هذا المحرك الذي يقوم بهذه الوظيفة؟ معنى ما محرك الدم داخل هذا الجهاز الدوراني، نقول هذا الجهاز الدوراني، وكيف يدور الدم بداخله؟ فهمتوا المقصود؟ Comment le cœur oriente-t-il la circulation du sang dans l'appareil vasculaire? Achille mon qsadab. Bien sûr, le محرك هو القلب. وكيف يدور الدم بداخله؟ هادشي اللي غنتعرفوا عليه من خلال هاد الحصه، من خلال هاد الاسهم. المهم، شوفوا معايا هاد الوثيقه الاولى، تسمى شيما دون كوب longitudinal du cœur. رسم تخطيطي لمقطع طولي معنى longitudinal. longitudinal معنى مقطع طولي. شيما دون كوب longitudinal du cœur. فوالا، نمشيو على حساب لو سونس دو ديبلاسمون دي سون. إذن انا تنتكلم دابا على الدخول ديال الدم من خلال هاد المدخل اللي تسمى لافين كاف انفيريور، وكذلك من هاد المدخل لافين كاف سوبيريور. لان كاين هناك الوريد، نسميه بالعربيه وريد أجوف سفلي، هنا وريد أجوف علوي. بون، تلاحظوا معي هنا، هذا هو المسار ديال الدم. هاد المكان بالفرنسي نسميه أوغيت دغوات، أي الأذينة اليمنى. هنا فتتجمع الدم. المصدر ديال هاد الدم من الخلايا، هذا المصدر ديالو من الخلايا، آتي من الخلايا. خصو تفهموا هاد المسألة هادي. إذا هاد الوريد الأجوف السفلي، انتبهوا معايا، وهاد الوريد الأجوف العلوي، الدم اللي تيكون بداخلي المصدر ديالو من الخلايا أي من الأعضاء، وتتجمع كامل هنا فهاد الأذينة اليمنى.
من بعد يخرج من هذه الأذين اليمنى إلى البطين، نسميه ب فونتريكول، البطين الأيمن، عبر الصمام الصميم تسمى بالفرنسية فالفولف. وهذا الصميم أو هذا الفالفولف سميتو أوريكولو فونتريفولير، اسم شيء ما طويل، أوريكولو فونتريفولير، الاسم ديالو يحيي بأن المسار دائما تتجه من الأذينة اليمنى نحو البطين الأيمن وليس العكس. هذه خاصكم ولا بد تلاحظوها وتفهموها بشكل جيد. هذا الصميم تسمى أذيني بطيني، معنى من أذينة اليمنى نحو البطين الأيمن، هذا هو المسار ديال الدم. الدم تدخل من هذا الوريد الأجوف السفلي ولا العلوي، والمصدر ديالو من الخلايا ومن الأعضاء، وبيان سور تكون كيف ما شرنا سابقا، تكون التركيز ديال الغاز ثاني أكسيد الكربون شي كبير بزاف. نتبعوا المسار ديالو، كاين هناك واحد الصميم ثاني وبان لكم هنا، هذا تسمى فالفول بيلمونير، معناه صميم رئوي. لاحظتوا؟ إذن بين من خلال الاسم ديالو معنى تتجه هاد الدم التي الذي يكون مشبع، تكون مشبع بغاز ثاني أكسيد الكربون، هذا المصدر ديالو هو الخلايا، الى الرئتين. يخرج عن طريق هاد، تخرج الدم من خلال هاد الشريان، تسميه الشريان اختير بيلمونير، او عنده اتجاه هذا او عنده الاخر اتجاه هذا. لاحظتوا؟ اذا يتجه نحو يعود للرئه لكي يتخلص من ثاني اكسيد الكربون. فهمت دابا؟ اذا ناخذ هذا المسار الاول كما قلنا، تبعوا معها خطوه بخطوه، تبعوا معي خطوه بخطوه. المهم الدم اللي تيدخل من خلال هذا الفين كاف انفيريور، ولا من خلال هذا الوريد، تنقول فين او الوريد الاجوف العلوي او السفلي، المصدر ديالو من الخلايا او من الاعضاء، وتيكون هو اصلا مشبع ثاني اكسيد الكربون، هو عباره عن مخلفات او فضلات ديال الخلايا، شي تعرفنا عليه في الفيديوهات السابقه. وتتجه هذا الدم من ياسر المصدر ديالو تيكون من الخلايا، وهنا تيكون هنا الوريد، تجمع في هذا المكان يسمى ب أغيت دغوات أو الأذينة اليمنى من القلب. إذا خاصكم تفصلوا في القلب، راه كاين هناك غرفتين، كاين غرفة اليمنى والغرفة اليسرى، كل غرفة مستقلة عن ذاتها، باش تفهم، ما يكونش هناك واحد الاختلاط هنا، تيكون لا، تيكون هذاك القلب مقسم إلى نصفين، النصف أيسر والنصف أيسر والنصف أيمن، النصف أيمن هو اللي تيكون فيه هاد الوريد الأجوف السفلي والوريد الأجوف العلوي، وتيكون فيه هاد الأذين اليمنى، وهاد الربعين معروف هذا البطين الأيمن، إذا من الأسماء راه تعرف. إذا تدخل هاد من هاد ما تنقولوش الشريان، لا تنقولو الوريد، من هاد الوريد الأسفل، من هاد الوريد الأجوف السفلي ومن وريد الأجوف العلوي، وتتجمع في الأذينة، ومن بعد يمر إلى البطين وليس العكس. لا لا لا، وليس العكس، دائما تتبعوا الأسهم.
ثم تخرج من خلال هذا الصميم الرئوي نحو الرئتين، وهذا يسمى بالشريان، خروج الدم من الشريان ودخول الدم من الوريد. دائما دخول الدم، عندنا مثلا عضو من اعضاء ديال الجسم، دخول الدم ليه راه يكون دائما الوريد، والخروج الدم منه هو الشريان. اذا خاصكم تميزوا ما بين ارتير خروج الدم وما بين فين دخول الدم. والدم كما قلنا بالضبط هو ناقل، ناقل تزود الخلايا بمواد القيت وثاني اكسجين، وتتخلص والخلايا تتخلص من الفضلات من خلال هذا الدم، تطرح فيه الفضلات اي ما يسمى بغاز ديال ثاني اكسيد الكربون وبعض السموم الاخرى. وبعض السموم بيسر ماشي غير فقط ثاني اكسيد الكربون، كاين بعض السموم الاخرى ولكن لا داعي لذكرها، ما تهمناش دابا في هذا الدرس. تسي منهم هادشي ديال كيف يدور الدم داخل القلب. انا تنبغي نفسر لكم دابا بطريقه موضحه اكثر. المهم خروج الدم من هذا الجزء الايمن نحو الرئتين لكي يتخلص من هذا من خلال التبادلات الغازيه، تتخلص من هذه الفضلات من خلال ثاني اكسيد الكربون، تتخلص من ثاني اكسيد الكربون. ملي تتخلص من ثاني اكسيد الكربون وتيكون مشبع بالاكسجين ترجع للقلب مره اخرى وليس بالاجوف. لا 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 ما تدخلش من الاجوف السفلي من هذا من هذا الوريد الاجوف السفلي ولا من هذا الوريد الاجوف العلوي، لا تدخل القلب مره اخرى تيكون مشبع بالاكسجين من خلال هذه الاورده تسمو لي فين بيلمونير. لي فين بيلمونير معناها الاورده الرئويه، والمصدر ديال هاد الدم هو الرئه وليست الخلايا، وبيان سور تيكون مشبع بالاكسجين. اذا كيف الطريقه الاولى؟ هي تكون متزامنه في نفس الوقت، في نفس الوقت تيكون العمل ديال الاذنين العمل ديال الاذين ديال الاذينه اليمنى والعمل ديال الاذينه اليسرى في نفس الوقت متزامن، حيت بيان سور يكون هذا الفالفولف تيكون مقفل وتتحل في المرور متزامن في نفس الوقت، تتفتح في نفس الوقت لا الجهة اليمنى او الجهة اليسرى لدخول الدم الى البطين، سواء الايمن او البطين الايسر. غير باش تميزوا بيناتهم، هذا البطين الايمن تيكون مشبع بالثاني اكسيد الكربون، وهذا البطين الايمن تيكون مشبع بثاني اكسيد الكربون، وهذا البطين الايسر تيكون مشبع بالاكسجين. وفي نفس الوقت تتفتح هذا الشريان تسمى الصميم تتفتح هذا الصميم الصيني، هذا اللي نبين لكم انا في هذه الصوره، هذا الصميم الصيني تتفتح سيني هذا البوابة ديال الشريان تسمى الشريان الأبهر أختيغ أوغت هاد الشريان الأبهر، وهاد الشريان الأبهر من بين أبرز الشرايين الموجودة في القلب، لأنه دافع للدم في جميع أعضاء الجسم. هنا فين تتكمل الدورة الدموية الكبرى، حيت كاين الدورة الدموية الصغرى اللي تجمع ما بين القلب والرئتين، هذيك تسمى الدورة الدموية الصغرى. أما الدورة الدموية الكبرى راه تجمع ما بين هاد الشريان الأبهر هاد لي زارتير اوتر مع جميع اعضاء الجسم.
لا باش تفهموهمش كده جيد. إذن كما قلنا لكم في نفس الوقت تمتلئ هاد الأذينة اليمنى وهاد الأذينة اليسرى بيان سو تيكون هاد الفالفيف اوريكولو فونتريفولير مقفل باش تفهم. من بعد كيف تفتح هاديك تحسب هاديك الدقة الأولى والدقة الثانية ديال لو كو لو برومي كو لو دوزيام كو ولا لو برومي باتمون لو دوزيام باتمون ديال لو كور تيتفتح هاد لي فالفيل اوريكولير فونتريكولير وتسمع هذاك لو برومي باتمون بق ومن بعد تتفتح هاد الصميم الصيني وكذلك هاد الصميم الرئوي في نفس الوقت فستكون عندك الدوزيام باتمون او ما يسمى ب لي باتمون دي كور على دقة القلب الدقة الاولى والدقة الثانية. الدقة الاولى معناه انفتاح تبع معايا انفتاح الأذينة اليمنى في نفس الوقت الأذينة اليسرى وفي الدقة الثانية انفتاح هاد الصميم الصيني الخاص بالشريان الأظهر وهاد الصميم الرئوي خاص بالرئتين أو بالشريان الرئوي. غير خاص تفهم بأن الجهة اليمنى تتكون خاصة غير فقط بالدم مشبع ثاني أكسيد الكربون مصدر ديالو الخلايا ويقوم بواحد دورة مصغرة بين القلب والرئة لكي يتخلص من ثاني أكسيد الكربون هو تشبع بالأكسجين ويرجع المرة الثانية ترجع مرة ثانية القلب. نعم 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 ترجع مرة ثانية القلب من خلال هاد الوريد نسميه ليفين. اي عضو تيدخل ليه الدم تيدخل ليه من خلال لي فين من خلال الوريد واي عضو تيخرج منه الدم تيخرج من خلال الشريان تيسمى اختير. فهمت؟ اذا تيدخل هنا وفي نفس الوقت تمتلك كما قلنا الاذين اليسرى وتمتلك عتاني البطين الايسر وتتفتح هاد الصميم كبوابه الشريان الأظهر إلى باقي أعضاء الجسم. تنظن بأن الشيء يكون مفهوم. العمل ديال القلب تيكون متزامن ما بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى في نفس الوقت تيمتلئوا الأذينتين في نفس الوقت تيمتلئوا البطين في نفس الوقت تيفتحوا هذوك الصميم أذيني بوطيني تسمى أوريكولو فونتريفولير لا بالجهة اليسرى ولا بالجهة اليمنى وفي نفس الوقت يفتحوا صمام اخر هو صميم خاص بالرئه او صميم خاص بالشريان الاخر او الصميم وانتم ما تيقومش الدم بالعكس ما ترجعش من البطين الاذين لا 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 لا, لا. المسار ديالو دائما تيكون بحال هذا الشكل الى طيله العمر. فهمت؟ خلاص تظن بأن هذا الفيديو كان جد مفهوم تعرفتوا على المكونات ديال القلب والمسار ديال لوسونس دو ديبلاسمون دي سون والوثيقة تتبين لكم لو شيما دين كوب لونجيتودينال دي كور كما شرحت لكم سابقا رسم تخطيطي لمقطع طولي قلب الإنسان.